قرية عسفيا هي قرية درزية موجودة على قمم جبل الكرمل منذ حوالي 400 عام، منذ فترة الأمير فخر الدين المعني الثاني أمير جبل لبنان والمنطقة، الذي قام بإرسال بعثات من الطائفة الدرزية والمسيحية والإسلامية لتوسيع أمارته. كان الدروز طبعا دور معروف بالانخراط مع اليهود وبالتالي مع أرباب دولة إسرائيل. أقمنا هذا المركز أنا وأختي رجاء منصور قبل 10 سنوات. في ناس بحبوا كمان يعرفوا عن الطائفة الدرزية أكثر، عن الديانة الدرزية أكثر، وعن مكانة المرأة الدرزية كمان، فإحنا بنعطي صورة واضحة على كل هذا الأمور للفرق الموجودة. العقيدة الدرزية هي عقيدة غير تبشيرية، يعني هي لا تتحدى لا الإسلام ولا المسيحية ولا اليهودية، بل بالعكس نحن يعني كنقطة البيكار ندور حول ومع الأديان الأخرى ونتعايش معها. يعني الدرزي في إسرائيل مخلص لإسرائيل كدولة، وطبعا قبل كل شيء لأرضه ووطنه، وكذلك الدرزي في لبنان، بهذا لا نختلف. إذا أنت موجود وتعيش بظل دولة تحترمك وتحترم أرضك وعرضك، فعليك بالقيام بواجبك تجاهها وأن تنخرط وتقوم بمساعدتها والحفاظ على أمنها. بالتالي الطائفة الدرزية منخرطة بالسلك الأمني بقانون تجنيد موجود منذ سنوات الخمسينيات، وإذا نظرنا بالخلف إلى القبور نحن نرى بأن هنالك قبور تعود إلى زمن ما قبل قيام الدولة. مخبز الحلال هو اللي بحضر هون من كل أنواع المطعم، من كل أنواع الخبز، في عنا طابون، في عنا الأكل الشرقي. إحنا من عائلة عماشة، إلنا 11 سنة في الصنعة، عنا طابون وأكثره مطعم، بيجونا من جميع أنحاء البلاد ومن العالم كمان كثير سياح، زي علي ميشيل زاتر، شزارك أخشاب مدخلة هنا، زي مقود بري، مقود تايم. هنالك أيضا بالشق المدني شخصيات لعبت دور كبير في حياة دولة إسرائيل كدبلوماسيين، كرؤساء أقسام بالجامعات، بأننا كثقافة نحافظ على ميزات، وبالتالي نحن ننخرط بالمجتمع الإسرائيلي الأكبر، ونحن نرى بهذا غنى لنا.